ماشي كابتن احمد، طبعا حضرتك ما كنتش معانا في الاستوديو اللي فات ماتش ماتش مقاولين. المقاولين العرب، وعايز اعرف رؤيتك لمباراه المقاولين العرب الاول فنيا، وايه اسباب التعادل؟ يعني احنا الحمد لله كنا كسبانين، كنا متاخرين، ثم تعادلنا، ثم كسبنا، ثم تعادلنا في الاخر. اولا هو النتيجه نتيجه اخطاء، يعني نتيجه اخطاء من اللعيبه، واخد بالك ازاي؟ هو للاسف الشديد في ناس بتغلط، انا دايما اقولها في ناس بتغلط والكره بتتلم، وفي غلطه بتبان. فلما يكون مثلا الغلطتين اللي الناس كلها اتكلمت عليهم، يوسف اسامه نبيه لما انفرد بالجول وضيع اتردت الكره دي نفسها، وحسام عبد المجيد وقع اخطا واخطا ودخل الكره جول، ده موجود في كره القدم، ده طبيعي في كره القدم. النهارده انا بتفرج على ماتش بايرن ميونخ قبل ما اجي لك، السردباك اللي تسبب في هزيمه بايرن ميونخ الماتش الاولاني 3 لعب النهارده وتسبب في هزيمه برضه نفس الموضوع. بالظبط. فالاخطاء وارده لكل اللعيبه بالذات لما يكون صغير، لان انا شفت قسوه في التعامل مع الولدين دول. لا هي بس عشان الجون جه في الدقيقه 92 يا كابتن احمد، طارق كل ده موجود، ويعني الخطا كان ممكن تداركه، فيمكن الناس يعني زعلت قوي ان النتيجه كانت في ايديك 2-1، مش الزمالك اللي يجي فيه جون في الدقيقه الاخيره قبل لا في لا ممكن يعني. لا هو طبعا مش الزمالك ومش الكذا ومش كذا، طبعا حاجه تزعل جدا، لان انت خلاص المفروض انت كسبت 3 بونت، ولكن حصل اللي حصل. دي اشياء قدريه، خلاص لازم بقى ايه اللعيب يتعلم منها وانا اعلمه. صحيح. انا كجهاز فني، وخصوصا ان الجهاز الفني جديد، واخد بالك، اكيد الراجل طبعا بيكتب النقط دي كلها، فانا بقول انت تعادلت نتيجه اخطاء، انما كنت انت في المباراه الافضل، انت في المباراه الافضل، بس شوقي غريب تعامل مع الجزء الاخير من المباراه بشكل جيد جدا. لاعب اللعيبه لاعب جبنه ولاعب سافيولا، دول لعيبه على فكره اساسيين، ولعيبه هجوم، يتميزوا بالنزعه الهجوميه، واخد بالك ازاي؟ انت في الفترة اللي المفروض انت خلاص الماتش بيخلص بينتهي، وانا بعتبره خبرات لعيبة صغيرين، انت خلاص الماتش بيخلص وهتكسب 3 بونت، الفرقة هجمت وخطوط الدفاع كانت مفتوحة بتاعتنا، فلما اتردت الكورة انت ما كنتش متمركز بشكل جيد وحصل اللي حصل. فانا بقول هو درس اللعيبة تتعلم منه، ولكن بداية المباراة كانت بداية مؤشرة، مؤشر بتاعها ان اللعيبة بتلعب بشكل كويس، الزمالك بدأ المباراة بشكل كويس. هو ده اللي بزعل برضه يا كابتن، ان انت كنت بتأدي اداء كويس وفي يعني حاجة جديدة في التيم. فاهمني؟ ولكن التعادل اللي جه في اخر في الوقت الضايع ده اللي مزعل ناس، لان الاداء كان جيد ولاعيبة كتيرة بذلت مجهود كتير جدا، عشان كده مجهودهم ضاع. هو ده بس الزعل، وجه الزعل من القصة دي. هو بص يا طارق، معلش، لو انت بتلعب على البطولة، لو بتلعب على البطولة كان النقطتين دول يزعلونا جدا جدا جدا، لكن انت وانت عارف كويس البطولة بعيدة يعني، والزملكاوية ان البطولة بعيدة. فانت دلوقتي مهم جدا تحسن الاداء الاول، الاداء، برافو عليك، تحسن الاداء اللي انت بتقوله دلوقتي وانت قاعد بتتفرج، بتقول النهاردة الزمالك ابتدى يتحسن. ايوه، وده شيء جيد، وكلنا لمسنا الكلام ده. خلاص احنا عايزين طبعا الاداء والنتيجة، ولكن لما يحصل ان الاداء بقى كويس النتيجه جت. انا بقول لك ما جتش نتيجه لعب للمقاولين العرب او ان هم كانوا متسيدين، هم راحوا هجمتين كانت هجوم، جا نتيجه اخطاء. انا بقول لك اهو، انما انت اللعب المجريات بتاعت المباراه بتقول ان انت كنت افضل، ده شيء جيد على فكره، ده شيء كنا مفتقدينه وابتدى يبقى موجود. فاحنا عايزين ايه؟ نمسك، انا دايما بقول ايه، نوصل لنقطه ايجابيه ونشتغل عليها. انما اللعيبه طبعا اي لعيب لما بيغلط بيقعد يأنب، هو اكتر واحد، اكتر بني ادم بيأنب نفسه، واخد بالك؟ انما لما يكون لعيب صغير انا برجو ان ما يبقاش التأنيب عليه كتير، ما تحسسوش ان هو نهايه العالم بالنسبه له انه غلط، لان اكبر منه وعندهم خبرات قدوا 20 مره بيغلطوا غلطات اكتر من دي. صحيح. بس فده الماتش، انا بقول ان احنا كنا كويسين طبعا، فنيا كنا كويسين، في حاجه في حاجه حصلت وكانت مؤثره جدا 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 في شكل المباراه وفي نتيجه المباراه، اللي هي اصابه زيزو ومصطفى شلبي. صح، برضو دي حاجه يعني حاجه تاثر الفير طبعا، اتنين بيلعبوا كويس يعني، الاثنين كانوا فنيا، هم اللي جايبين الجونين، غير بقى يعني لا غير ان هم جايبين الجونين، كانوا مؤثرين على النواحي الهجوميه بشكل جيد. صح،
يعني كنت تحس ان واحد الهجوميه عندك مكثفه بوجود الاثنين ما بقوش موجودين. هي دي المشكله بقى كابتن احمد اللي انا عايز اكلم حضرتك فيها، ويمكن احنا كنا متابعينها الفتره اللي فاتت قبل الفتره بتاعه الجهاز ده ما يكون موجود، وهي عدم اكتمال اللياقه البدنيه لمعظم اللعيبه البدلاء. لان كان في راحات كتير، كان في عدم اشراك لعيبه كتير، كان في برضو الوحده التدريبيه ما كانتش على من الناحيه البدنيه، كانتش على المستوى المطلوب، حاجات كتيره جدا اثرت. فعشان كده لما غاب اثناء المباراه اتنين لعيبه مؤثرين زي مصطفى شلبي وزيزو الاداء تاثر. لو انا اللعيبه دي جاهزه لنازله دي جاهزه بدنيا وفنيا ونفسيا، اعتقد الموضوع كان هيبقى ممكن يتغير بشكل كبير. لا وبعدين اللي بيتغير برضو يعني مثلا يعني الناس، في ناس كتير جدا كانت بتطالب بان زيزو يريح، لانه يعني لعيب مهم جدا. انا لسه قايله والله يا كابتن. ولعيب محوري، لعيب محوري، يعني لعيب بتبني عليه اداء. صحيح. واخد بالك؟ فزيزو برضو لما يطلع من، بص يا طارق، في لعيبه دائما اي تيم في العالم بيتبني عليها. يعني انت في لعيب تدور عليه في الملعب عشان تديله الكوره وتثق فيه وبقدراته. فزيزو بقاله بسم الله ما شاء الله بقاله كام سنه موجود، وهو من العناصر اللي العناصر البناء في تيم نادي الزمالك. اللعيبه اتعودت على وجوده، اللعيبه والجمهور، احنا اتعودنا على وجود زيزو. صحيح. سيبك من بعض الفترات بيبقى حالته الفنيه مش قد كده نظرا لاجهاده، ولكنه هو من اللعيبه اللي احنا اتعودنا عليهم انه بيأدي، من اللعيبه اللي بتأدي شكل جمالي لنادي الزمالك وتيم نادي الزمالك. صحيح. فبرضو زيزو ما كناش متعودين انه يخرج، خرج اصابه، واصابه على فكره انا زعلت جدا جدا، ويمكن بعت لكم واحنا قاعدين على عدم اعاده اللعب. واحنا اتكلمنا مع الكابتن ياسر قال لك طبعا اللعبه دي كانت لازم تتعاد بشكل اكتر، والفار يقول للحكم لانها كان هتبقى طرد للاعب. الاخ المخرج كان بيعيد كور بعيد تماما، ده دي كوره لازم تتعاد عشان تبين للناس مدى الاصابه اللي حصلت لزيزو عشان نعرف، واخد بالك؟ انما للاسف الشديد لا الفار استدعى الحكم، واخد بالك؟ والراجل طلع رجليه بتشلب دم، وواضح جدا انه متعرض لاذى. احنا ما بنقولش حاجه من عندنا ومن التخيل عشان الناس يعني هيتعور ب انا زعلت جدا من مخرج المباراه بجد والله العظيم، لان دي حاله المخرج ولا بتاع الفار؟ لا المخرج بتاع المباراه. المخرج اللي هو ما عادش اللعب طبعا. عيدها لنا يا اخي، احنا المشاهدين عايزين نشوف الاصابه دي ايه. طب ما هي ممكن تكون يا كابتن عند الفار اكتر. موجوده عند الفار وشافها اكيد، وموجوده عند المخرج. المخرج عنده كل حاجه. يعيدها لنا، يشوف لنا، نشوف مدى الاصابه اللي موجوده، واخد بالك ازاي؟ انما اتمنى السلامه طبعا لزيزو ومصطفى شلبي واي مصاب طبعا، لان زي ما انت قلت عندما يكتمل عنصر اللياقه البدنيه مع جهاز فني جديد مع لعيبه هتبتدي تاخد نفسها وتبقى كويسه، افتكر ان الشكل هيبقى ايه؟ الشكل هيبقى كويس. وبعدين انا سمعت الراجل المدرب بيتكلم بيقول لك ان تصليح الاخطاء، هو عارف ان في اخطاء ولابد ان هو يصلحها. خلاص، فانت بتعلي اللياقه البدنيه، وبقال لك انا عندي وقت لغايه الماتش اللي جاي، قال لك انا عندي وقت اقدر اصلح، وده شيء جيد على فكره. فان شاء الله انت تقدر تصلح الاخطاء، ده مهم جدا، لان فعلا انت اتغلبت باخطاء.